للأسف وقتي ضيق جدا لأنه عندنا فقرة طويلة مسجلة، كان المفروض إن أنا أفرد الفقرة كلها القادمة لحادث اللي تعرض له المستشار هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات سابقا، لكن للأسف عندنا وقت ضيق وعندنا فقرة مسجلة. سريعا هحكي لكم ما حدث بالظبط، وعندنا قصتين، عندنا بيان الداخلية وعندنا القصة التي يرويها أسرة المستشار جنينة. بيان الداخلية بيتكلم على مشاجرة حدثت، إن هو كان في طريقه اظن لجلسه الطعن امام المحكمه الاداريه، المهم يعني انه سيارته صدمت عدد من المره او شاب من الشباب او حد من اللي ماشيين، فحدثت مشاجره واصيب الطرفين، اصيب المستشار جنينه وايضا اصيب مجموعه من الشباب اللي هم بعد الاعتداءات عليهم. يعني حصلت مشاجره بين المرافق للمستشار هشام جنينه وبين ايضا وهشام المستشار هشام جنينه ايضا اصيب، وجت زوجته وابنته ايضا في الحادث للدفاع عنه. الروايه الاخرى اللي سمعناها وانا سمعتها بنفسي من اسره المستشار هشام جنينه بتقول لا، ان هم عرفوا ان والدهم تم الاعتداء عليه، كان في العربيه، وان هم في ناس حاولت تختطفه، وان هو كان مربوط بالحزام، وانه تم ضربه بالسنج وبادوات حاده، وده اللي ادى لاصاباته، اصابه في العين واصابه ايضا اصابه اخرى. المهم الجميع نقلوا للمستشفى. بعتذر جدا للمحامي، المفروض يدخل معانا ابنة هشام جنينة شروق، كان المفروض تدخل معانا، بس فعلا وقتي ضيق جدا ووقتي انتهى، ولكن انا حبيت اقول لكم الروايتين، و يعني دي الصور الموجودة معانا، حبيت اقول لكم الروايتين لكي يعني اكون قدر الموضوعية الذي استطيع ان اتحرى. بشكركم شكرا جزيلا. الموضوع ده لسه في التحقيقات، هنشوف ايه التحقيقات وما ستسفر عنه، وهنقول لكم وهنتابع معكم كل هذه التحقيقات. لكن الحقيقة ايضا حدث غير لطيف، ونتمنى الشفاء للجميع من هذا الحادث.